دعما للمسيرة العلمية والبحثية للطلبة وهم على مقاعد العلم والدراسة في الجامعات الأردنية، انطلقت اليوم جائزة البحث العلمي التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط. إنها حفزت مجال البحث العلمي عند الطلبة، خصوصا طلبة السنة الثالثة والرابعة في الدراسات العادية وطلبة الماجستير. ولاحظنا أن الكثيرين، أو على لا بأس به على الأقل، من الفائزين قد انتقل من مقاعد الدراسة ليكمل الماجستير والدكتوراه تأثرا ببيئة هذه الجائزة. وتعلمون جميعا بأن هناك متابعة حديثة للطلبة وتشجيع من قبل عمليات البحث العلمي وعمليات شؤون الطلبة، إضافة إلى إدارة المركز، وربما نقوم باتصال يمكن أن يقال أنه أسبوعيا مع كل طالب مسجل لمتابعة استمراره وظروفه والمعوقات تحول دون أن يستمر في إنجاز بحثه للفوز بجائزة من جوائز البحث العلمي. تطرح الجائزة 16 مجالا بحثيا شاملا تندرج ضمن 3 أطر، وهي الإطار المحلي الأردني، والإطار العربي والإسلامي والصراع العربي مع الاحتلال، والإطار الدولي. الجائزة معنية أكثر في البحوث ذات العلاقة بالجوانب الإنسانية، سياسية، اجتماعية، إعلامية، فكرية، ثقافية واستراتيجية وأمنية متعلقة بالأمن العام، يعني أكثر من أنها تكون تكنولوجية، بحكم أن هذا أمر يحتاج إلى رعاية، لأن الجامعات والمعاهد والجامعات العالمية ترعى البحوث الطبيعية، البحوث الطبيعية بشكل يعني أكثر بكثير من العلوم الإنسانية، وهذا أصلاً جزء من أسباب بناء المشروع عام 1998، أنه واقع البحث العلمي في العلوم الإنسانية في الأردن بناء على الدراسة في 96-95 كانت أنه يحتاج إلى دعم. وضعه حتى الأساتذة الأكاديميين في الجامعات الأردنية كان مستوى تقديمهم للبحوث أو نسبة تقديمهم للبحوث لم تتجاوز 17%، يعني 17% من أساتذة الجامعات الأردنية في العلوم الإنسانية سنة 95 كانوا قدموا بحوث غير موضوع الترقية، بحوث يعني لإنتاج المعرفة، عشان هيك ركزت على هذا الجوانب. العدد المتوقع أن يسجل عندنا 400 طالب هذا العام، متوقع أن يسجل عندنا 400 طالب. الرؤية والرسالة تتضمن تقديم دراسة أو محاضرات متميزة للطلبة وبحث علمي لخدمة المجتمع، فالبحث العلمي الموجه لخدمة المجتمع سيكون له أثر كبير على الجانب الاقتصادي وعلى جوانب التنمية المختلفة، كما للبحث العلمي أثر كبير على تطوير المناهج الدراسية وعلى قدرة عضو هيئة التدريس في إيصال المادة العلمية إلى الطلبة، وبالتالي النهوض بالعمل الأكاديمي وتحقيق التنمية يتم من خلال البحث العلمي. وحتى تصنيف الجامعات المحلية والجامعات على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى العالمي يؤكد على موضوع البحث العلمي. وتعاني جائزة البحث العلمي من عدم وجود دعم لها من قبل الجهات الحكومية والوزارات المعنية، على الرغم من أنها تسعى إلى تطوير وتحفيز الطلبة للمشاركة والتنافس. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.